كوكو تو الموند، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم كاع بخير، بصحه جيده. ولا اول مره راكم تزوروا قناتي، ما تنساوش ديروا ابوني بيان سور لا حبيتو، وتفعلوا الجرس باش شاك فوا يلحقكم جديد. وثاني ولا حبيتو تبارطاجيو بوركوا با، تعاونوني بزاف وديروا ان جيم هكا باش تطلع على فيديو ديالي. دونك اليوم نديرو ان غاتو او شوكولا. هذه الوصفه بزاف سهله والفيديو بزاف صغير، ان شاء الله تفرجوا حتى الاخر. استان تري تري بون غاتو فاسيل رابيد، لازم تجربوه. ونا لي با ريغريتي، سي تري تري بون. ما نعطلش عليكم بزاف، دوكا تشوفوا برك كيفاش عامل في الداخل، نوري لكم لا تيكستور ونروحوا نبداو طريقه التحضير. فوالا، اولا نحتاجو 3 حبات تاع البيض، ان بانسي تاع سال، رشه تاع الملح، نديرو مغرفه لافاني. وهنا نكيلو بالكاس هذاك تاع القهوه تاع الكافي نوار، القهوه الكحله، سينو كاس تاع لاتاي تكيلو به السكر. فوالا نديرو كاس تاع السكر تاع القهوه ولا تاع لاتاي، ونديرو نصف كاس تاع الزيت الكاس عادي. وهنا عندي علبه ياغورت ناتور، ديروا علبه ياغورت ناتور، ولا ما عندكمش ياغورت ناتور كان عندكم في الدار لبن تقدروا ديروا اللبن. ونضيفوا زوج مغارف كبار كاكاو، ونديروا ان ساشي دو ليفور شيميك وحده خميرة كيميائية، ونكيلو ثاني كيل الفارينة بالكأس هذاك تاع الكافي نوار تاع القهوة الكحلة، نديرو زوج كيسان تاع الفارينة، نكيلو بالكأس تاع القهوة الكحلة و سينو الكأس تاع لاتاي لو تي، ونعاودو نخلطو افيك لو باتور، ونخلطو نشعلو الفول ديالنا يكون شاعل 180 درجة. نشدو المول ديالي، نديرو البابي كويسون. دونك انا المول هذا جا بزاف كبير شويه كومباري ا 3 زو، نورمالمون يجي تديروه دون ان بيتي مول هذا بزاف كبير. دونك 3 زو بزاف في هذا المول، سي بور سا ما طلعليش بزاف. سينو كي ديرو بالمول لي فو بور 3 زو يجيكم اكزاكت، يجيكم بيان، باسكو درتو ديجا افون بالمول صغير جاني تري بيان. ونروح نطيبوه بيان سور على 180 درجة بالعقل، نديروه في الوسط وندخل طون بريباريو لا غاناش. عندنا كأس تاع الكريمة السائلة أو كريمة الطازجة تكون 30%، نسخنوها نغليوها. عندنا 250 غرام شوكولا، هنا درت شوكولا سوداء مع شوكولا ذوق البندق نوازيت، دونك هذيك تاع الوجدان دير 18000. دونك تروحوا تاكلوها هكاك تحسوا بلي كاين نقول نوازيت اون ديغ نوتيلا. دونك نغليو هذيك لا كريم فريش ولا لا كريم ليكيد، نضيفو الشوكولا، نخليوها تذوب. ابخي واش نديرو الشوكولا هذيك، نضيفو الكاوكاو، كاوكاو محمص دي بتي مورسو هكا ما نقطعوهش، نديرو هكذاك دي كاكاوات نديروهم هكذاك باش كي تروحو تاكلو تحسو بلي كاين كاوكاو. ابخي نروحو نثقبو كاع الكاطو ديالنا باش يدخل، باش تدخل هذيك لا غاناش يجي اون ديغي ان بيبي. فوالا نحركوها بيان باش تولي ليس. بون سا ديبون لا كاليتي دو شوكولا، باش لا غراج ديالكم تجي شابه سا ديبون لا كاليتي دو شوكولا. فوالا ضفت الكاوكاو، مكسرات عندكم لا حبيتو ديرو اللوز ولا الفستق ولا لا نوازيت، سي او شوا. انا درت كاوكاو. ابخي نديرو فوق الكاطو ونديرو في الثلاجه، نخليوه يبرد تماما هكاك 3 سوايع ولا زوج شوية 4 سا ديبون، باش لا غاناش هذيك تشد روحها. اي سي بون،
في الكاتو ديالنا يكون واجد شهية طيبة. ان شاء الله عجبتكم الطريقة والوصفة، ان شاء الله تجربوه وتبعثوا لي الصور في الماسنجر ولا في الانستغرام باش هكا توريو لي بلي راكو جربتو الوصفة. هيا تري بيانتو ان شاء الله.